مصر هل يمكن ان مصر تتقدم؟ نعم. كيف تتقدم مصر؟ التعليم، اي حد هيجي يقول لك التعليم والصحه والبنيه التحتيه وبناء الانسان كل الناس حافظه، كلنا لبلب في كلنا بص بغبغانات بنقول. كيف يمكن تنفيذ ما نردده؟ كيف يمكن تطبيق ما ننادي به؟ كيف يمكن وضع خطه قابله للتطبيق في ظل ظروف ضاغطه؟ ده الكلام ما اي حد هيجيبه، اي حد. اطلع دلوقتي انظر، انا ممكن اقول لك دلوقتي منظر تقول لي يلا اتكلم كوزير للخارجيه، اقول لك الخارجيه نعمل كذا، يلا اتكلم كوزير للاستثمار، حاضر، صناعه، زراعه، اقدر اقول لك كل حاجه وحلول. انا وغيري وملايين الناس عارفين كل حاجه، ده انا ممكن دلوقتي اطلع اتكلم على الماتش واعمل نفسي مدرب مكان حسام حسن، عادي جدا، هقوله واحنا عندنا الحمد لله كلنا بنتكلم في كل حاجه وعندنا الجراءه وعندنا كل حاجه. كيف يمكن لنا ان نحول هذه الكلمات والافكار الى واقع؟ ده كلام يعني بالنسبه للتعليم، بالنسبه للصحه، بالنسبه للثقافه، بالنسبه الى كل الحاجات دي، محتاجين نغير من ثقافتنا وتختفي من قوامسنا. انا اسف يعني انا مش جلد ذات، والله احنا سادت ودين الطيب ثقافه الفهلوه، ثقافه الفهلوه سادت ودين الطيب عندما عبث الأوغاد في هذا الوادي. احنا بقينا عندنا ثقافة الفهلوة، ما ينفعش اقول معرفش، ما ينفعش اقول سيب ندرس، ما ينفعش اقول لا ما اقدرش اقوم بهذا العمل في غيري يقوم بيه. الفهلوة ان احنا كل حاجة نقدر نعملها، ثقافة الفهلوة دي ثقافة محتاجة مشروع قومي للقضاء على ثقافة الفهلوة، محتاجين نظرية للقضاء على ثقافة الفهلوة. احنا مش احنا بنقول بناء الانسان المصري نبنيه ازاي وهو فيه ثقافات دارجة وراسخة بالمناسبة ومستقرة وهي غلط. ثقافة الغش، يا سلام، هتلاقي النهاردة لو انت عملت كده بحث استقصائي في الاسر المصرية، اللجنة كانت حلوة يا بنتي، اللجنة كانت حلوة يا ابني. يعني ايه اللجنة حلوة؟ يعني بنسهل مع بعض، بنغش ونساعد بعض. اه الله يكرمهم، ربنا يا بنتي يقف في طريقك ولاد الحلال، ربنا يا ابني ايه يا ايه ويسهل لكم الامتحان. يعني حتى بنلجأ لربنا وندعيه على حاجة غلط، على غش، والدين بيقول من غشنا فليس منا، واللي بيطلع بيغش بيطلع انا اسف يعني بيخش المنظومة التعليمية، يعني مش عايز اقول كلام ما يصحش لكنه بيخرج زي ما دخل يعني او اقل كمان. فاحنا عندنا دي ثقافة الغش، جزء من ثقافة الفهلاوة، ثقافة انا مالي يا عم، انا مالي، تمشي في الشارع تلاقي يقول لك يا عم انا مالي، اللي بنسميها انا بسميها الانا ماليه، دي ثقافه تجذرت عندنا. يقول لك يا عم ابعد عن الشر وغني له، انا ماشي جنب الحيط، تلاقي الناس واحد بيموت جنبك يقول لك لا يا عم لا يحاسبوني، يعني انا مالي، وكلمه ماليش دعوه، انا ماليش دعوه يا عم، دي سلبيه، انا مسميها الماليشيه، ده حزب جديد موجود. دي ثقافات محتاجين نغيرها، الفهلاوه، انا مالي، ماليش دعوه، ثقافه الخلفه، ثقافه العزوه، ثقافه الغش في الامتحانات، ثقافة التزوير في الانتخابات، ثقافات يا جماعة منتشرة. وإحنا بنألف، إحنا في مشكلة عندنا كمان، أن تألف القبح، أنت عينك واخدة على القبح ومش بتحس. كل الحاجات دي ثقافات محتاجين نغيرها من خلال فكرة كبيرة، مشروع كبير، علشان خاطر أبدأ أبني الإنسان صح وتثمر الصناعة والزراعة والتعليم إلى آخره. خلينا نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود للفقرة الرياضية، اتكلم فيها على المنتخب الذي تعادل في مباراة اليوم مع الخبراء في